بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس الطباق. تدريب بيقول: عين موضع الطباق فيما يلي واذكر نوعه وبين سر جماله. الجملة الأولى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. الجملة الثانية: يا مصر، هل بعد هذا اليأس متسع يجري الرجاء به في كل مضطرب. جملة الثالثة: فلا تخافوهم وخافوني. جملة الرابعة: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. 4 جمل عايزين نطلع منهم موضع الطباق ونقول نوعه، هل هو إيجاب أم سلب، ونبين سر الجمال فيه. تعالوا مع بعض نشوف الإجابات الصحيحة. الجملة الأولى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. طبعا واضحة جدا قدامنا، الأول والآخر والظاهر والباطن، طبعا دول بينهم طباق إيجاب. سر الجمال فيه إن هو بيوضح المعنى وبيبرزه وبيؤكده. الجملة الثانية: يا مصر، هل بعد هذا اليأس متسع يجري الرجاء به في كل مضطرب. هنا طبعا كلمة اليأس وكلمة الرجاء هما اللي بينهم الطباق، وده طباق إيجاب. سر الجمال فيه ان هو بيوضح المعنى وبيبرزه وبيؤكده. الجملة الثالثة: فلا تخافوهم وخافوني. طبعا زي ما انتم شايفين ده طباق سلب، لا تخافوهم، والعكس بتاعها خافوني، ده طباق سلب. سر جماله ايضاح المعنى وابرازه وتأكيده. الجملة الرابعة والاخيرة: قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. زي ما احنا شايفين الأعمى والبصير بينهم طباق إيجاب، والظلمات والنور بينهم طباق إيجاب. زي ما احنا عارفين سر الجمال في الطباق إن هو بيوضح المعنى ويبرزه ويؤكده. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريب. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.